تعالوا ندبلكيت اللايت ده كنترول ونسحب. نرجع لورا دبل كليك وهسمي ده فريم لايت. في الريم لايت هاخده كده وارجعه لورا كده شويه، واقوم اخده كده هنا شويه واطلعه فوق. تمام بالشكل ده كده. ممكن اكبره كمان شويه عشان ده انا مش عايز منه هارد شادوز خلاص. اما ده تعالوا كده عايز اقرب من العربيه. تمام ونعمل نعمل ريندر. الريم لايت زي ما احنا قلنا هيبقى ده 120. نرندر. اهو بدأت تاخد زي ما احنا شايفين، بدأنا ناخد لايت لايت كونتراست بين الكي لايت وبين الريم لايت. طبعا ده برضو واخد السوفت شادو ماب. كده جميل جدا، لكن لسه الحته دي ضلمه. الحته الضلمه بتتملى باللايت الثالث اللي هو الفيل لايت. طبعا في شغل الموشن تكنيك الاضاءه ده مش هينفع، لان في الموشن كاميرا بتطير، كاميرا بتلف وبتروح وبتيجي موال. فهنستخدم اسلوب تاني اشمل، لكن ده الكونسبت بتاع اللايت لو انت بتعمل لايت لاوبجكت. تمام ماشي بالشكل كده، ونرجع ورا. ممكن كمان الريم لايت ده يرجع ورا شويه. ده في اللايت. هقوم رايح كالعاده على الاوبجكت بتاعي. تمام واخد زاويتي واروح على الفيل لايت واخليه مثلا 10 ورندر. زي ما احنا شايفين احنا ما عملناش جي اي، ما حطناش اي حاجه خلاص، والاوبجكت بتاعنا طالع كويس. ما علينا من شويه النويز اللي تحت دي. تمام النويز دي جايه من الشادو من الشادو سامبلنج، وجايه من الانتي الياسنج. تمام لكن احنا ممكن نروح للكي لايت و نزوده، او مش هنزوده ازوده شويه. تمام كده مثلا، ودول هنحافظ عليهم زي ما هم. فاضل اخر حاجه هقول له بوينت لايت عادي خالص، حتى ان انا مش ههتم بمكانه فين، لان ده هقوم معلم هنا على حاجه اسمها امبيانت الومينيشن. امبيانت الومينيشن كانك بتقول اللايت ده عامل ده لايت جاي من مصدر غير معلوم، او مش غير معلوم. انتوا عارفين كده ساعه المغرب او قبل المغرب بشويه بتلاقي الشمس راحت بس الدنيا منوره خلاص. هو ده الامبيانت الومينيشن، هو لايت
جاي بس انت مش شايف، مش عارف الصوره بتاعه فين. فانا هقول له امبيانت الومنيشن، بس خلي بالك ان اللايت ده ما ينفعش يبقى 100 والا هيخلي السين فلات. تمام، فانت خليه كده مثلا، وده هنعمل رندر. وبس اتحط عشان نملى بيه او نفتح بيه المساحات اللي كانت مظلمه شويه في الاوبجكت بتاعنا. كده الدنيا تمام قوي. خلي بالك الاوبجكت ده على فكره رغم ان هو صغير بس تقيل، لان احنا استخدمنا فيه سب ديفيجن سيرفس كتير جدا. تمام، وكده او كده ده التكنيك بتاع ال 3 بوينت لايت. تمام، التكنيك ده ممكن تستخدمه في اظهار منتج مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن في حاجه كمان ممكن نعملها تاني، ممكن نخلي الكي لايت زي ما هو، والريم لايت ده انا هنزل بيه شويه هقول لكم ليه، والفيل لايت هخليه عالي او هخليه ده 130 ولا حاجه. لو جينا نعمل ريندر هتلاقي الاوبجكت الاضاءه هديت، بس انا عايز انا هديتها علشان عايز اعمل حاجه تانية. عايز اروح هنا واخد لايت عادي خالص، واخده كده شويه وكده شويه، واقوم مرجعه ورا شويه. تمام، اللايت ده انا مش عايزه يضرب في الارض، مش يعني انا مش عايزه يجي على الارض، او لو جه على الارض ما يبقاش هارد قوي كده. فهروح لللايت ده في ديتيلز. في الديتيلز عندي حاجه مهمه اسمها فولوف. الفولوف يعني اللايت ده المجال بتاعه لحد فين. فانا هروح لنن وهقول له انفرس سكوير كلامبت. ممكن تجرب في دول كلهم، احنا هنستخدمهم على مدار الشغل بتاعنا. انفرس سكوير كلامبت معناها ان اللايت ده ما بيأثرش بس غير في الحته دي، فانا عايزه يأثر لغايه هنا كده يعدي العجله دي، بس عايز الكالر بتاعه يبقى اورنج، اورنج كالر. تمام، و يبقى عالي شويتين. تعال نعمل رندر كده. بالظبط هو ده انا عايز اوصل له، اللي هي الارتستيك لايتنج. حاجه بالمنظر، يمكن كمان انا هاخده يبقى اورنج عن كده كمان شويه. تمام، و هاخد واحد منه كنترول طبعا ونسحب الناحيه التانيه. تمام، وده هرجعه ورا سنه واطلعه فوق سنه، وده هخليه مثلا بتاع 130، وهخلي الكالر بتاعه بلوش كده، وهو معامل رندر. زي ما احنا شايفين انت ممكن تنحت اللايت، حط لايت مكان ما انت عايز، طالما فهمت الكونسبت بتاعها ماشي ازاي، حط اللايت مكان ما انت عايز واظبطه. زي ما احنا شايفين خدنا الجلوسنس اللي شكله حلو ده هنا وهنا، يعني بدأنا ناخد شكل كويس. دول كده Alt G، ودول هيبقوا ال 3 point lights. اما ده معاهم عشان ده ال MB، اما دول ال artistic lights.
ممكن نزود، ممكن وعاملين اريا لايت تاني، ونرفع الاريا لايت ده فوق شوية ونلفه طبعا امسك ومع شيفت عشان يلف 10 بـ10، وهخلي ده ضيق شويتين. تمام، ليه؟ عشان ده انا عايز منه هارد شادوز. وبرده في اللايت ده هنسميه الهيد لايت. اللايت ده انا عايزه يأثر في حتة قوي وفي حتة تانية ضعيف. هروح لديتيلز. المرة دي انا ممكن استخدم، او اقول لكم حاجة خلوها بعدين، في الفولوف هقول له فيزيك انفرس سكوير فيزيكالي اكيوريت. ده بقى فعلا بيخلي اللايت بيدي السبيكلرز اللي انتوا شايفينها دي، بس ده انا مش عايزه يوصل للارض، انا عايزه بس الهدف منه انه ينور الجزء اللي فوق ويديني سبيكلرز على العجل. في جنرال في الغالب اللايت ده بيبقى دي ساتوريتد لايت، يعني بيبقى مثلا كده ومش ابيض، يعني ما بيبقاش او الكالر بتاعه قريب شويه من الكالر بتاع السماء. انا مش عايز من ده لمعان جامد قد ما انا عايز منه سبيكلرز شكلها حلو، انه ينور كمان الحتت المظلمه، بس انا مش عايزه يخبط لي في الارض. ده انا ممكن اعلي انتنسيتي بما اني غيرت الكالر او خليت الكالر دي ساتوريتد، ونعمل ريندر تاني. اهو اهي خدنا سبيكلرز شكلها اجمل من الاول، وهنا اللايت الديل نور بشكل كويس، بقى في ديفينيشن للاوبجكت، والارضيه بتاعتي ما اتاثرتش وزي ما هي. جميل قوي، جميل قوي. طب ما ناخد زاوية تانية. ريندر. وقف رندر. طبعا في رندر اللي فات او اللي كنا شايفين فيه دلوقتي، الارض كانت اوفر برايت، عشان كده انا عايز طبعا هو اقوى اللي عامل كده هو الفيل لايت، فانا عايز من الفيل لايت اعمل اكسكلوجن للارض، مش عايزه ينور الارض. فهروح لبروجكت واتاكد ان المود اكسكلود، واقول له اكسكلود البلين. لو جينا عملنا رندر المره دي بقى، هلاقي الاوبجكت بتاعي تمام، الارض بتاعي كويسه، والاوبجكت بتاعي منور زي ما هو، واللسعان اللي كان على الارض ده راح. افتكر دي ممكن تكون من الهيد لايت، فكرة يكون 85 اهدى لانه فيزيكالي اكيوريت، وبعدين قريب. اوبس، اسف اسف جدا، ما ظبطت انا من منظور غلط، عشان كده كان قريب او كان لاسع قوي، فانا هخليه كده برضو ما يعديش الارض، فانا هجيبه كده وهنزله لغاية كده شوية، وافتكر ان هو كده مش هيبقى لاسع، واخد الفيل لايت ده اخده كده وممكن كده بالظبط. طبعا انت بتنور على حسب ما انت شايف يعني. ريندر. Thank you.
اه كده الدنيا اتظبطت وبقت تمام، ما عادش عندي فيه اي حاجه لسعه ولا الكلام ده كله. ده كده بالنسبه لحاجه زي البيزك لايت سيت اب. في نوع تاني من اللايت هتكلم برضو عليه، بس ده هيعتمد شويه على الالومينيشن، وكمان ممكن هوريكم حاجه تانية دلوقتي حالا واحنا شغالين. هتدي ديفينيشن شويه للاوبجكت ده. لو احنا وقفنا كل دول، تمام، اخد دول كمان معاهم بقى بالمره واوقف ده كله كده، انا ما عنديش لايتس في السين، والت دبل كليك عشان اشيلهم خالص. تعالوا كده ناخد حته بلان واخليه شاور على اكس، وكل اللي هعمله ان ارجع ده ورا كده، خليه صغير شويه واقوم اطلعه لفوق، تمام كده. جميل جميل، هاخد ده كده سنة واقوم بس لفه كده، او قبل ما لفه هاخد منه نسخة الناحية التانية واخد البلندة والفه سنة واخد البلندة والفه. الاتنين دول هنحولهم اديتابل، تمام، بالمنظر ده. طب بعد كده حط لايت وحط التاني، تمام. مبدئيا خلي ده كده، ولو ان دي مش هتفرق معانا في حاجه، بس عشان نبقى اكيوريت حاجه بالشكل ده، تمام. في اللايت الاولاني هنروح ل details، او general الاول، واقلبه area light. لازم يكون area light، لازم، تمام، واقوم قلبه area light. طبعا هروح هنا وفي coords هعمل right click عشان يبقى zero زي اللي قبله، ولو ان انا عايزه يلف كده، وعايز ده يلف كده، خلينا زي ما احنا. وبالنسبة لللايت ده هخليه نفس حجم البلين، ولو ان مش هيفرق قوي، بس بحاول فعلا اكون على قد ما اقدر اكيوريت كده مثلا. طبعا لو جينا عملنا ريندر، هو انا عايز اوصل لدي، بس عايز اوصلها بطريقه تانية. الارضيه بقى في المود اللي انا عايز اعمله ده، عايز اخليها سمراء، والاتنين دول او التلاته دول عاوز اخدهم لفوق تمام. وممكن اكبر كمان البلين، بس خليني اشوف اللي انا عايز اوصل له، اني فعلا عايز اوصل لحاجة زي ما قلنا ارتستيك شوية، زي ما احنا شايفين عاملة زي العفريت. ف هناخد اللايت الاولاني وهروح عند ديتيلز، عشان كده قلت لازم يدي. نيجي في الاريا شيب، ودي مش هتبقى موجوده غير في الاريا لايت. بدل ريكتانجل هقول له انا عايز الاريا شيب اوبجكت، يعني هاخد اوبجكت استخدمه كلايت. هاخد مين؟ البلان. ولا على فكره لازم يبقى الاوبجكت اديتابل، لو ما بقاش اديتابل مش هيجي معاك هنا اصلا. في السامبلز هقلل السامبلز شويه عشان يبقى فيه ديفينيشن بشكل احسن. ممكن اقول له شو ان ريندر،
يعني نبص كده، لو احنا جينا عملنا ريندر هنا كده، مفيش حاجة. لكن لو قلت له show and render، اللي عملت كده، هلاقي الاوبجكت ده هيبان في الريندر كلايت سورس. طبعا مش هحتاجه او مش هخليه يبان كده، تمام. لكن الاهم ان انا اقول له show and reflection. لو قلت له show and reflection هيبان هنا، او هيبان في reflection على الارض. فاقول له show and reflection، نفس القصة هنا، هقوم قايل له ده عبارة عن اوبجكت، احط بلانتو، قلل السامبلز، قول له شو الريفليكشن. لو احنا جينا عملنا كده، هنلاقي الوضع مختلف. مختلف تماما. لكن تمام، لو انا جيت هنا في الفولوف وجيت قلت له physically accurate، خلي بالنا من ده، تمام. ده كده هيجي لغاية الاوبجكت ده مثلا، واللايت التاني نفس الموضوع physically accurate، وبرضو هجيبه لحد هنا كده. لو جينا نعمل ريندر، ممكن الاقي السين بتاعتي فيها مشاكل في الارضية، يعني يا رب ما يطلعش في المشاكل دي. مفيهاش الدنيا كويسة. حلو أوي مود اللايت ده. جميل أوي. ممكن ناخد مود لايت تاني، اريا لايت، ونخليه كده مثلا، وكده مثلا، ونقوم جايين واخدينه لفوق، نكبره سنة كده، ونطلعه قدام العربية دي. تمام. بس هروح لللايت ده وبروجكت اكسكلود للبلان وريندر. حلو جو اللايت بتاع الرعب ده، بس احنا ممكن نشتغل احلى من كده. لو خدنا ده للجنب ده كده، ونيجي لللايت، نخلي اللايت ده معدي، ونلف في البلان ده كده مثلا، الناحية التانية برضو هاجي كده والله، وأعدي اللايت ده، وأقوم جاي كده مثلا، أوبس، هاخد ده، أقوم جاي كده، روتيت، واللايت ده، ليا مزاج إن أنا أقوم مطلعه فوق، ولفه كده. ولفه كده، لأن ده هيبان في الريفليكشن.
عارف ان انا مطلعه معوج، بس في ديتيلز هقول له برضه show and reflections. تمام، و اقرب من دي شوية. نسلكت العربية، رندر كده هوصل للشكل اللي انا عايزه. بس انا عايز اضيف لايت كمان زي ده، تمام، بس يبقى تحت العربية. الكاميرا دي عجباني، فانا هكرييت كاميرا، وعشان اقفل الكاميرا هقول له تاجز و بروتكشن. بروتكشن متعرفش تتحرك بالكاميرا طبعا. تقول كده اتحركت، لا انا كده في البرسبكتيف. الكاميرا عشان تنشطها ترجع ليه الايكون دي، كليك انشط الكاميرا، كليك اروح للبرسبكتيف. فانا عايز ده كده وده كده وده كده، وبعدين اجيبه هنا كده، عايزه قدام العربية. اكبره سنة عشان عايز منه سوفت، وكالعادة هو كده كده معمول اكسبلود للفلور. ارجع للكاميرا بتاعتي كده شوية، لايت ون، خلينا اديها كلر يليق. ونرندر تاني زي ما احنا شايفين مود اللايت ده. فانت اخلق المود اللي انت عايزها زي ما انت عايز. المحاضرة اللي جاية هنتكلم على الريفليكتورز وازاي نعمل استوديو لايتنج، واللي بعدها نتكلم على الجي اي.